السلام عليكم ورحمة الله. فطرتم خافقي من فرط حبي لكم يا سادة الوصل الكرام. هيا هلا بكم معنا مشاهدين الأكارم على صهوة المحبة، ننطلق معكم في هذا المساء نحو بحر أبيض متوسط برؤية جديدة ونحو نظرة متجددة في الاقتصاد وربطه بالقيم الدينية. نبدأ معكم حلقتنا لهذا المساء بعد هذا الفاصل. إضافة علمية نوعية في الاقتصاد الإسلامي ومجالاته، حقوق العمل والعمال، طبيعة الشركات وعقود التأمينات. البروفيسور دكتور ثروة أرمجان بعد قليل. تحت هدوء مائه حكاية حرب، وفوق أمواجه أساطيل تجوب الشرق والغرب. البحر الأبيض المتوسط، حدود تركيا مع دول العالم العربي، قراءة في العمق لمن البحر الأبيض، بعد قليل في الألوان السبعة. البحر الأبيض على شواطئه الجميلة الدافئة، قراءة هادئة، ولكن العتاد العسكري الذي يمخر عبابه ما بين أن يكون فوق ظهره أو في أفيائه وفي ظلاله أو حتى تحت سطح الماء. قراءة جديدة للبحر الأبيض المتوسط، قراءة برؤية خاصة لاستطلاع هذا البحر ودلالاته سياسيا جغرافيا، وأيضا فيما يتعلق بالقراءة التركية لدوره في المرحلة السابقة وأيضا المرحلة الراهنة. يسعدنا في هذا المساء أن نستضيف لواء بحريا متقاعدا من القوات البحرية التركية، ويسعدنا أيضا أن يكون خبيرا في شؤون القضايا الجيوسياسية والاستراتيجية، كما ويسعدنا أنه كان مؤلفا للعديد من الكتب التي تتحدث عن النظريات الحربية البحرية في قراءة تاريخية منطقية تستشرف الواقع وربما بعض ظلال المستقبل. يسعدنا أن نرحب بك اللواء المتقاعد الأستاذ نجات، الأستاذ الدكتور نجات، أهلا وسهلا بك معنا في برنامج الألوان السبعة. أهلا وسهلا ومرحبا بك. دعونا نستقرئ واقع البحر الأبيض المتوسط مشاهدينا الأكارم أولا، ثم بعد ذلك نخوض غمار حوارنا مع ضيفنا. من حكم البحار فقد حكم العالم، هكذا قالها الربان التركي الشهير خير الدين بارابورس باشا. هذا الرجل الذي أصبح البحر الأبيض المتوسط في عهده بحيرة عثمانية خلال القرن السادس عشر الميلادي، وقد كانت معركة بريفيزيا وقت ذاك أهم معركة بحرية على الإطلاق، فقد مهدت الطريق لبسط السيادة العثمانية على المتوسط، هذه السيادة التي امتدت حتى القرن الثامن عشر. شواطئ المتوسط تشترك في ملكيتها العديد من الدول في أيامنا هذه، ولحد الآن لا زال البحر الأبيض المتوسط يعتبر أحد أهم البحار في العالم من الناحيتين العسكرية والاقتصادية. والأحداث الأخيرة التي تمر بالبلدان العربية التي تطالب فيها شعوبها بالديمقراطية أظهرت موضوع البحر الأبيض المتوسط للعالم كواحد من المستجدات الملفتة للانتباه، دون إغفال أن فلسطين وتونس ومصر وليبيا وسوريا كلها دول واقعة في حوض البحر الأبيض المتوسط. تعرضت ليبيا إلى تدخل عسكري فرنسي في البداية قبل أن تحول العمليات وتسند لحلف شمال الأطلسي، وقد كانت الثروات الطبيعية الهائلة التي تتوفر في ليبيا واحدة من أهم الأسباب لهذا التدخل، حتى صار الموضوع من المستجدات التي يناقشها الرأي العام العالمي. لو نظرنا إلى الضربات العسكرية التي شنت على العراق عام 1991 و2003 لوجدنا أن تنفيذها تم بسهولة بالغة، وذلك راجع إلى غياب قوة بحرية مقاومة في البحر الأبيض المتوسط، وهذا ما حدث بالضبط أثناء التدخل العسكري في ليبيا خلال هذه السنة.
البحر الأبيض المتوسط دخل ضمن تغيير جذري للجغرافيا السياسية من ناحية النفط والغاز الطبيعي اللذين يحويهما، وباعتباره طريقا لإيصال نفط الشرق الأوسط وروسيا إلى أوروبا، وأيضا عبر فلسطين إلى الشرق الأقصى. البحر الأبيض المتوسط يعتبر كذلك بمثابة بوابة تفتح على أوروبا لمصادر الطاقة بإفريقيا. وبنظرة أكثر عالمية، فالبحر الأبيض المتوسط يوفر قدرة كبيرة للسيطرة على بلدان المنطقة بأكملها بفضل قناة السويس والمضائق التركية. تعتبر تركيا أهم قوة محلية لشرق البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود، وقواتها البحرية واحدة من أكبر ثلاثة أساطيل بالمتوسط. أضف إلى ذلك أن تركيا من الدول الستة في العالم القادرة على تصنيع الغواصات البحرية. في الآونة الأخيرة انطلقت في تركيا صناعة سفينة خاصة تم تصنيعها بقدرات تركية ذاتية وطنية فقط، بما فيها أنظمة مكافحة الحرائق، وهي قادرة على القيام بأية مهمة بكوادرها البحرية المتميزة وبتعليم عالي المستوى ضمن القوات البحرية، فيما يعتبر نجاحا حقيقيا للأسطول البحري التركي ونقطة قوة جديدة تضاف إلى رصيده في البحر الأبيض المتوسط. نعم الدكتور نجاة تراكتشي، نجدد ترحيبنا بحضرتك اللواء المتقاعد في البحرية التركية وأيضا الخبير في الشؤون الاستراتيجية، نرحب بك معنا في برنامج الألوان السبعة. حضرة اللواء دكتور نجاة، كيف تقرأ لنا واقع البحر الأبيض المتوسط جيوسياسيا؟ أولا أشكركم جزيل الشكر لدعوتكم لي لهذا البرنامج. أهلا بك. البحر الأبيض المتوسط له تاريخ منذ آلاف السنين ولم يفقد أهميته في أي وقت، والآن أهميته أكثر مما كان عليه في السابق منذ أكثر من ألف سنة، لأن العالم الآن يتحدث عن تحدي للقوى في هذه المنطقة، وكما تحدثتم في تقريركم منذ الآن التحركات الشعبية التي في شمال أفريقيا وفي سوريا وفي مصر وكلها مطلة على البحر الأبيض المتوسط. الآن نحن بإمكاننا أن نتحدث في السيطرة على البحر الأبيض المتوسط. هناك جبل طارق الذي يسيطر عليه البريطانيون بشكل رئيسي. في عام 1860 افتتح قناة السويس، وفي عام 1880 احتلت من قبل الإنجليز والبريطانيين كذلك، وأصبح هذا القناة دائما مشكلة حقيقية، وإدارة هذه القناة كان بإدارة الأمم المتحدة، وهو حتى هو هذا الآن كذلك. لا يوجد هناك هيمنة مصرية على قناة السويس كما هو الحال في المضائق التركية. المضائق التركية تحت السيطرة التركية بسبب جهود مصطفى كمال أتاتورك. بعد الجدال والحروب التي خاضها استطاع أن يسيطر عليها، سواء هذه المضائق المطلة على البحر الأسود أو البحار الأخرى. بإمكاننا أن نتحدث أن ثلاث مداخل تركية، ثلاث مداخل حقيقة يوجد للبحر الأبيض المتوسط، ومن يسيطر على هذه المداخل يسيطر على البحر الأبيض المتوسط. عفواً حضرتك، هنا اسمح لي أن أقاطعك. هنا من يسيطر على هذه المضايق يسيطر على البحر الأبيض المتوسط، هذه نقطة لا خلاف فيها ولا ينتطح فيها عنزان كما يقال، ولكن الفكرة العامة أن من يسيطر على البحر الأبيض المتوسط هو بالتالي يسيطر على ثلاث قارات. نحن نتحدث عن ثلاث قارات سيطرة مطلقة. تركيا تسيطر على مضائقها جيد، لكن بقية المضائق الآن إن شاء الله، يعني مصر بعد ثورتها تسيطر على مضيق قناة السويس، ولكن النظرة العامة، أن النظرة الجيوسياسية للبحر الأبيض المتوسط مرتبطة بسيطرته على القارات الثلاث. هل هذه القراءة صحيحة حضرة اللواء؟ نعم، أنت سؤالك لطيف وجيد في مكانه. لا شك أن حياة أوروبا وأمن أوروبا حقيقة يبدأ من الأمن الأفريقي، لأن جميع المخاطر سواء مخاطر الهجرة أو مخاطر أخرى
كلها مرتبطة بالشمال الأفريقي، وأيضا أمن تركيا لا يمكن أن يبتعد عن شرق البحر الأبيض المتوسط، وكذلك كما أن أمن الاتحاد السوفيتي يتم من خلال البحر الأسود، فإن أيضا تأتي الأمن الأمريكي من خلال البحر الأبيض المتوسط كذلك. بإمكاننا أن نتحدث عن مفاصل حقيقية، فكلما قلبت الورقة فإنك تجد خطورة. هذه حقيقة، مثلا في قناة السويس، لو لم تكن قناة السويس كانت الآن كنا سنلف مسافة طويلة جدا، كنا سنسافر أميالا طويلة جدا. كل هؤلاء الذين مطلين على البحر الأبيض المتوسط الآن لا يوجد هناك أي قوة حقيقة أمام القوى الغربية، قوة بحرية في البحر الأبيض المتوسط. والآن إذا قامت هناك أي عدوان على سوريا أو غزة فإنه بإمكانهم من خلال التحرك من خلال البحر الأبيض المتوسط، فلذلك يجب أن نكون أمامنا قوة حقيقية في البحر الأبيض المتوسط. يجب أن تكون هناك قوة خارجة عن إطار الناتو، لا يمكن أن تقوم هذا الأمر غير تركيا إلا الاتحاد السوفيتي، لأن الاتحاد السوفيتي من خلال الغواصات التي لديه بإمكانه أن تحدث نوعا من التوازن. روسيا ربما في البداية كانت حقيقة أرادت أن تعمل في البحر الأبيض المتوسط، إلا أنهم حقيقة فشلوا، كانوا يريدون أن يعقدوا اتفاقا مع سوريا في ميناء طرطوس، إلا أن هذه الاتفاقية لم تعطي النتائج حتى الآن. تعرفون في الجزائر، في سوريا، في كان هناك قواعد عسكرية جوية للروس، وكانت كلها قوة توازن ضد قوات الناتو، ولم يستطيعوا التحرك كما يجب. نعم حضرة اللواء، هنا يعني سؤال يطرح نفسه بسهولة، يعني ما قيمة كل الثورات العربية، ما قيمة كل التحولات، يعني ما قيمة النهضة والرقي إذا لم تقرأ يعني عوامل الوجود الغربي في البحر الأبيض المتوسط قراءة دقيقة، بمعنى القراءة التفصيلية للوجود الأمريكي مثلا، لوجود الناتو، لوجود أوروبا، القوى الفرنسية الضاربة الآن في البحر الأبيض المتوسط، يعني حامل الطائرات واحدة تهدد العراق، تهدد سوريا، تهدد يعني جميع بلدان الشرق الأوسط جميعا، لابد من قراءة متأنية لهذا الأمر. أنتم في تركيا كيف تقرؤون حدودكم التي يفتحها البحر الأبيض المتوسط على أكثر من 20 دولة؟ كيف تنظرون إليه؟ نعم، نحن ننظر إلى هذا الموضوع، أو يجب أن ينظر إلى هذا الموضوع لأسباب هذه التحركات. يوجد هناك حياة اقتصادية بسبب العولمة الموجودة. المهم، هذه الدول يجب أن تمتلك القوة البحرية التي تدافع عن نفسها. الآن بإمكان القوى الكبرى أو القوى الغربية أن تنقل جميع العتاد العسكري بأريحية تامة. في السابق كان هناك الاتحاد السوفيتي، الآن لا يوجد هناك مع الأسف الشديد لهذه الدول قوة عسكرية تدافع عن نفسها. تركيا الآن كما تحدثتم حقيقة في تقريركم أن القوات البحرية التركية يوجد لديها تعليم ممتاز وتمتلك القوة المطلوبة، وبإمكاننا أن نتحدث أن القوة العسكرية التركية في السنة الماضية حقيقة قاموا بمناورة عسكرية في البحر الأبيض المتوسط، وفي هذا العام سيذهبون إلى المحيط الهندي وسيعملون مناورة عسكرية هناك. فالآن بإمكاننا أن نتحدث أن القوة العسكرية أصبحت موجودة في البحر الأبيض المتوسط، وهذا أمر يزعج الآخرين. نعم. الآن تركيا بإمكانها أن تنتج التكنولوجيا وتنتج الغواصات وتنتج السفن العسكرية المطلوبة بذاتها من دون أي مساعدة من الآخرين، وبذلك من أجل أن نحصل على مزيد من القوة في البحر الأبيض المتوسط. وعندما نريد حقيقة استراتيجية مؤثرة في البحر الأبيض المتوسط فإننا نتحدث عن قوة في البحر الأبيض المتوسط. يوجد الآن أهمية استراتيجية بالنسبة لدينا قبرص، بالنسبة لنا يوجد الآن على سواحل اسكندرون وأيضا سواحل لبنان وسواحل غزة وسواحل أيضا قبرص، يوجد هناك الغاز الآن، وهذه أمور تم التأكد منها.
فهناك الأمريكيون والقوى الغربية الآن أصبحوا أكثر يعني يريدون يولون الأهمية أكثر فأكثر. فإذا انسحبت تركيا الآن من قبرص فإننا سنفقد الكثير من القوة. ويجب أن نلفت الانتباه إلى القوة العسكرية أيضا الإسرائيلية، لأن إسرائيل تمتلك قوة كبيرة وهي تتعاون بطبيعة الحال مع الدول الغربية. الآن نحن بإمكاننا أن نتحدث عن الموازين السياسية والموازين العسكرية في البحر الأبيض المتوسط، والقوة العسكرية هي التي ستحدد الموازين القوى السياسية. نعم، حضرة اللواء يعني بخبراتك يعني الاستراتيجية هنا، يعني ربما في قراءة تجمع ما بين التاريخ والحاضر، يعني خير الدين بربروس قال كلمة واضحة: من حكم البحار حكم العالم. ربما هذه المقولة تتجلى اليوم بشكل واضح. اليوم هناك تسابق محموم، بل يعني كما يسمى سباق مجنون لتخزين وتكديس السلاح في منطقة البحر الأبيض المتوسط. هل هذا ينبئ بيعني تحدي مستقبلي كبير، دعنا نسميه بهذا المسمى، هل هذا ينبئ بيعني بصراع يلوح في الأفق، أم يعني بخبرة استراتيجية عند الدول برغبتها في التحكم بهذه الدول لاكتشاف الغاز والنفط كما تفضلتم بهذا السياق؟ إن الأوروبيين لكونهم ضمن حلف الناتو، فالقوات حقيقة الموجودة للأوروبيين تحت إطار حلف الناتو، وهم لا يريدون تغيير هذه الاستراتيجية، وتركيا كذلك. إلا أن الجغرافيا الموجودة في تركيا بسبب المضائق التركية وبسبب القوى البحرية الموجودة كذلك في البحر الأسود، بإمكاننا أن نتحدث عن أهمية استراتيجية أخرى أو قوة أخرى. فلذلك تركيا يجب أن تعمل على تطوير ذاتها في هذا المجال أكثر فأكثر، ومن خلال البحر الأسود، قفقاسيا، إيران. فلذلك يجب عمليا، يوجد هناك مناطق استراتيجية في تركيا في نقطة تختلف عن الغرب، لأن يوجد لديها مصالح في البحر الأبيض المتوسط ويوجد لديها مصالح حقيقية في البحر الأسود. نحن جيران مع أوكرانيا ومع عديد من الدول. في عام 2007 يوجد هناك أيضا بترول في السواحل الأوكرانية. فعندما نتحدث أيضا عن السواحل البحر الأسود فإننا نتحدث أيضا عن مواطن للغاز ومواطن للبترول، ويوجد هناك اتفاقيات مع عدد من الدول، ولا يوجد لدينا أي إشكالية في البحر الأسود. إلا أن تركيا الآن تختلف عن دول الناتو وتختلف عن الدول الأوروبية، لأننا يوجد لدينا استراتيجية مختلفة عن دول الناتو. يعني الآن يوجد لدينا مثلا يوجد لدينا أسطول الحرية التي ستسير نحو غزة بعد أيام ربما. بإمكان تركيا أن تحافظ إذا أرادت أن تحافظ على هذا الأسطول من خلال القوة العسكرية. هذه طبعا أمور ترجع إلى السياسة، من سيرجح من على كفة من سترجح. نعم. إلا أننا عندما نتحدث عن القوة، أود الاستفادة من وقتك الكريم معنا في برنامجنا، يعني عندما نتحدث عن يعني حشد لقوات بحرية هائلة بمستويات متقدمة بنوعية سلاح قادرة على البطش بشكل محدد ودقيق، هذا معناه أن الولايات المتحدة تعمل منفردة، يعني هي ليست بحاجة إلى حلف الناتو الآن ليعطيها غطاء لوجودها في البحر الأبيض المتوسط. هي تحكم سيطرتها على البحر الأبيض المتوسط من خلال يعني حليفتها إسرائيل، أو من خلال يعني وجودها حتى حلفائها في الناتو، أو من خلال قوتها الذاتية. الآن القراءة المستقبلية أن روسيا مثلا لن تستطيع أن تدخل، وأن دخولها يعني حسم معركة أو بدء صراع حرب باردة جديدة. هل يمكن لمثل هذا السيناريو أن يقع في المستقبل؟ بمعنى دخول قوة نووية روسية في مقابل قوة نووية أمريكية قادرة على إحداث توازن جديد، حتى وإن لم تكن روسيا بهذه القوة العظمى يعني. لا شك أن الوجود الروسي في البحر الأبيض المتوسط أمر مهم بالنسبة لتركيا، وهو أمر إيجابي بالنسبة لتركيا بالنسبة لقوة التوازنات الموجودة في البحر الأبيض المتوسط. فتركيا حقيقة بإمكانها أن تخفف من ميزانية التسلح البحري الموجود. عندما نتحدث عن الموازين القوى،
أي تحرك بحري بإمكانك أو يجب عليك حقيقة أن تنقله من خلال البحر. مثلا الحرب على العراق كله كان من خلال البحر عمليا، لأن الدبابات، المدرعات، المدفعية خرجت من القواعد العسكرية الموجودة في البحر الأبيض المتوسط. فإن الولايات المتحدة الأمريكية وأهم إيجابية أو أهم قوة لها، لا يوجد لها قوة منافسة، لا يوجد في العالم الآن من تمتلك سفن حربية تستطيع أن تنقل ناقلات الطائرات كأمريكا. فأمريكا الآن تفكر حقيقة لتكن لديها القوة الجوية أو القوة البرية المطلوبة. ما لم تكن لديها القوة البحرية لا تستطيع أن تفعل شيئا، لأنها بين محيطين كبيرين. فلذلك القوة البحرية أهمية استراتيجية بين أمريكا، وبإمكانها من خلال البحر أن تنقل القوة المطلوبة. نعم حضرة اللواء، لنتحدث عن تركيا الآن. تركيا معنية لمصالحها يعني فيما يتعلق بالأمن القومي التركي تحديدا في قضية البحر الأبيض المتوسط، كما هي معنية بالبحر الأسود. يعني التهديد الوارد من البحر الأبيض المتوسط هو التهديد الوارد من البحر الأسود، والقراءة الذاتية سياسيا وفلسفيا أن البحر الأبيض المتوسط يشكل قيمة استثمارية لتركيا، وأيضا يشكل قيمة تهديدية في المستقبل. القراءة الخاصة بتركيا أن قدرتها على الوجود، مثلا لنفترض أن روسيا لن تأتي، هل تركيا قادرة على أن تقول نحن هنا؟ دون الدخول في تفاصيل، لكن هل هي قادرة على أن تقول نحن هنا لنا صوت يسمع؟ هذا الأمر بإمكان تركيا أن تقوم بكل أريحية تامة. وكما تحدث إن تركيا في طبعا الناتو أيضا مستقبله مجهول. تخيل تمزق حلف الناتو الآن، هذا الحلف حقيقة يوجد هناك اختلاف، ويوجد هناك أيضا مثلا في التحرك ضد ليبيا هناك اختلاف حقيقي في داخل حلف الناتو. فتركيا يجب أن تزيد من قوتها البحرية، وأهمية القوة البحرية تزداد يوما بعد يوم. وهي يجب على تركيا أيضا أن تعمل على إقامة الدفاع الحقيقي في سواحل البحر الأبيض المتوسط. ولا شك كما تحدثت في كتاباتي أننا يجب أن لا نتراجع عن المسألة القبرصية، وإذا خسرنا قبرص وإذا تنازلنا عن حقوقنا في قبرص لأنها جزيرة عثمانية منذ عام 1571، ويوجد هناك القوة الفنديكية، نحن حافظنا على الرومان وحافظنا أيضا على الروم الموجودين من ضد القوة التي أرادت أن تحولهم إلى الكاثوليك. نحن حافظنا على الرومان من الهجمة. هي قبرص لها أهمية استراتيجية حقيقة، وتركيا تمتلك نصفها يعني على مستوى البحر الأبيض، لكن في بقي لدي أقل من نصف دقيقة. نعم نصف دقيقة بقي لدي، وأود من حضرتك إجابة بنعم أو لا، وأترك لك التعليق الختامي. إذا هجمتم في تركيا، لنفترض خيالا الآن، هل أنتم قادرون عن الدفاع عن مضائقكم؟ دون تفاصيل، هل أنتم قادرون على الدفاع عن مضائقكم عن بحر؟ بإمكاننا أن ندافع عن أنفسنا بأريحية تامة. إن القوة العسكرية التركية البحرية سواء في البحر الأبيض المتوسط أو في مكان آخر لا يشك أحد في هذا الأمر. حضرة اللواء المتقاعد من البحرية التركية الدكتور نجاتي تراكتشي، نشكرك جدا على كونك معنا، الخبير في الشؤون الجيوسياسية والاستراتيجية، ونتمنى أن تكون ضيفا دائما علينا في برنامج الألوان السبعة، وأنت مدعو مع مشاهدين الأكارم إلى متابعة لوحتنا الكاريكاتورية الأولى، البحر الأبيض المتوسط، ما بين الهدوء على شواطئه وما بين التصارع في أفيائه. نتابع سويا بلا تعليق. من رحاب الجيوسياسيا إلى المرآة العربية التركية. في مرآتنا العربية التركية لهذا المساء واقع احتفالي في رحاب المدرسة السودانية العربية في
في إسطنبول. هذه المدرسة التي تؤمن للجاليات العربية والمسلمة وللأتراك الراغبين بتعلم اللغة العربية التعلم وفق المناهج الدراسية العربية، أقامت احتفالها الختامي وكان لفريق البرنامج حضور هناك. سجلنا الحضور وسجلنا تقريرنا. في احتفال بهيج حضره العديد من الجاليات العربية والمسلمة في إسطنبول، احتفلت المدرسة السودانية التابعة لمجلس التعليم الإفريقي في إسطنبول بالتخريج السنوي لطلبة المدرسة. اشتمل الحفل على العديد من الفقرات الترفيهية والعروض الفنية التي أداها طلاب المدرسة، وقد تميز الحفل بحضور كبير من أهالي الطلبة الذين جاءوا ليحتفلوا مع أبنائهم بفرحة انتهاء العام والتميز في التحصيل العلمي. السيد معتصم بلال مدير المدرسة السودانية في إسطنبول عبر عن سعادته العظيمة بالحضور وبالحفل البهي وبالمشاركة الواسعة من الجاليات العربية والإسلامية في تركيا، وقد خص برنامج الألوان السبعة بحديثه فقال: أولاً الشكر أجزله موصول إلى القناة الفضائية التركية العربية على هذه المقابلة الطيبة بهذا اليوم المبارك إن شاء الله، وهو يصادف فعاليات اليوم الختامي للعام الدراسي 2010-2011. ودائماً درج المجلس الأفريقي على أن يقيم احتفالات دائماً في نهاية كل عام بمناسبة ختام العام الدراسي، وقصدنا من هذا الاحتفال حتى يشاهد أولياء الأمور الآباء والأمهات ما يقوم به أبنائهم وبناتهم في أداء البرنامج العام وفي المشاركات العامة خلال العام الدراسي من الناحية الأكاديمية والتربوية والثقافية والاجتماعية، حتى يطمئنوا على سير العمل بهذه المؤسسة المباركة إن شاء الله. وهذا اليوم نحن حقيقة يعني سعداء جدا أن يكونوا معنا أولياء الأمور الآباء والأمهات على أن يشاركوا في هذا الاحتفال وأن يحضروا تكريم آبائهم ويحضر الآباء أن يحضروا تكريم أبنائهم وبناتهم بالنتائج التي حققوها خلال هذا العام. وهذه الامتحانات هي تبين وتوضح دائما العمل خلال العام حتى تستبين الرؤى بالنسبة للآباء والأمهات ويستكشفوا ويتعرفوا ويقفوا على مناطق الضعف حتى يستطيعوا أن يعالجوها في العطل الرسمية، على أن يأتي الطالب أو الطالبة في العام القادم إن شاء الله مستعد وجاهز للعام الجديد. المدرسة السودانية مع شقيقاتها من حصون العلم وقلاع المعرفة في تركيا تمثل عنوانا جديدا للتواصل وفرصة لأبناء الجاليات العربية لتعليم أبنائهم بالحروف العربية في قلب تركيا. إضافة علمية نوعية في الاقتصاد الإسلامي ومجالاته، حقوق العمل والعمال، طبيعة الشركات وعقود التأمينات. البروفيسور دكتور ثروة أرمجان بعد قليل. ولا زلنا في واحات العطاء الممتد، ولكن بعد فاصل إعلاني قصير نستكمل جولتنا المعرفية مع مؤلف وبروفيسور مختص آخر. تفضلوا بالبقاء معنا لاستكمال المسار. أهلا بكم مجددا. كعادة فريق البرنامج يقتنص الفرص ويقتنص الضيوف الوافدين إلى إسطنبول بغض النظر عن ميولهم وأفكارهم واتجاهاتهم ورؤاهم تجاه القضايا والأحداث. ضيفنا لهذا المساء كان الأستاذ الدكتور سعود أبو محفوظ، حاورناه حول القضية الفلسطينية ورؤيته لقضايا القدس واللاجئين. نستعرض لكم فكره في قراءات وأفكار.
ما زالت القضية الفلسطينية العنوان الأبرز الذي يجمع كل الأحرار والشرفاء في العالم تحتها. فمئات المؤسسات والهيئات والجمعيات تعمل في مختلف دول العالم لنصرتها ودعمها والتعريف بها، الأمر الذي فتح باب النقاش حول توحيد الجهود. فخرج إلى العلن الائتلاف العالمي لنصرة القدس وفلسطين الذي التقينا مع رئيس لجنته التأسيسية الأستاذ الدكتور سعود أبو محفوظ. كيانهم في نقوص والأمة في توحد على قلب شيء واحد، ليس هو الخليفة الآن، هو المسجد الأقصى، والقدس هي دار الخلافة. لا تختلف الأمة، لا تتفق الأمة على قضية اليوم كاتفاقها على أولوية المسجد الأقصى. لفت أبو محفوظ الأنظار إلى استعار الحملة الصهيونية لتهويد القدس والسيطرة على المسجد الأقصى. خلال 20 سنة تضاعف الاستهداف، كل سنة كانوا ينفقون أكثر من $1 مليار في شطب القدس. السنتين الأخيرتين كان الصرف أكثر من $1.5 مليار، إضافة إلى أن بلدية القدس اليهودية موازنتها أكثر من $1.25 مليار. لكن الأستاذ سعود يشدد على عبثية وعدم جدوى عملية التسوية في حل القضية الفلسطينية حلا عادلا يعيد الحقوق لأصحابها. وبعد 20 سنة من التفاوض من مطار مدريد لم نمسك شيئا، لا حق عودة ولا دولة ولا حدود ولا مياه ولا أرض ولا مسجد أقصى ولا قدس. الأستاذ سعود عضو اتحاد أمناء مؤسسة القدس الدولية يرى أن المسجد الأقصى هو عنوان القضية ورمزها. أن المسجد الأقصى ليس عقاراً فلسطينياً يوضع على سلعة التفاوض. الأقصى آية في القرآن، من لم يقرأها خاب وحرم الأجر وحرم الثواب. الأمة لا تقبل، لا ترضى، الله لا يقر. الأقصى بطبيعته ينقلنا من الانكسار إلى الانتصار، من الهزيمة إلى الغنيمة، من الدفاع إلى الهجوم. اللاجئون العنوان الأبرز بعد القدس والأقصى في القضية، والشاهد الحي على فظاعة الجريمة وعدم سقوطها بالتقادم. أنا حقي كلاجئ ثابت أبدي أزلي لا يسقط بالتقادم فردي وجماعي، هذا يطالب به كل لاجئ. القرار 194 رغم أنه ظالم، حق العودة والتعويض عن الاستنزاف. ورغم حمى الاستهداف وثقل الأعباء يبقى الأستاذ سعود أبو محفوظ متفائلا وله من التاريخ دليل. والقدس على المدى عبر الزمان، لاحظ استقرأ التاريخ، لا تقبل الضيم ولا يدوم فيها الشرك. السنك القدس فاضحة تفضحهم وستكنس هذا الاحتلال بإذن الله. بهذا التفاؤل وهذه الثقة يبشر الأستاذ الدكتور سعود أبو محفوظ بمستقبل القدس والأقصى وفلسطين وزوال الاحتلال عنها. لا زالت هناك دعوات متعددة إلى إعادة قراءة الأنماط الاقتصادية السائدة من خلال دراسة النظريات القديمة والحديثة. في أول هذه النظريات، النظرية الإسلامية التي تتعامل مع الاقتصاد بكل تفاصيله، مسمياته وحتى مساربه التخصصية الدقيقة. بين يدينا كتاب قيم موضوعي ألفته يد البروفيسور دكتور ثروة أرمغان حول قضايا تتصل بالواقع الاقتصادي بالقراءات التفصيلية الجزئية في هذا السياق. البروفيسور دكتور ثروة أرمغان ضيفنا لهذا المساء على مائدة الألوان السبعة، أهلا وسهلا بك حضرة البروفيسور. شكرا، أهلا بكم. مشاهدينا الأكارم، الكتاب ومعاليمه ومعانيه ومضامينه في تقريرنا المبدئي الذي نستقرئه سويا، ثم نعود بعد ذلك لحوار ضيفنا العزيز، نتابع سويا. في قراءة جديدة للحقوق المشروعة في الإسلام في قضايا تهم الواقع الإسلامي أفرادا ومؤسسات، خطت يد البروفيسور دكتور ثروة أرمغان كتابا يجمع فيه طبيعة التشريع الإسلامي ومحافظته على الحقوق العامة والخاصة والقدرة الكامنة في النصوص التشريعية على استثارة واقع اقتصادي ينعم بالاستقرار والسلامة للعاملين وأصحاب العمل وفق نظام الرتيب.
البروفيسور أرمغان ركز على مجموعة من الموضوعات الاقتصادية المميزة كالبنوك الإسلامية وفعاليتها وأشكال التعامل المباح فيها وطبيعة الهيئات الاستشارية والرقابة عليها من خلال شكل وأسلوب التعامل، كما تحدث عن حقوق العمال وأصحاب العمل وبيّن النظريات الإسلامية التي تتعلق بطبيعة التعامل الإيجابي المبني على الموضوعية وضمان الحقوق الفردية والجماعية. وفي ثنايا كتابه تطرق البروفيسور إلى أشكال الشركات ومسمياتها في الاقتصاد الإسلامي وفق التوجيهات واجتهادات الفقهاء، وبيّن طبيعة المشاركة الاستثمارية والتجارية ومآلات ذلك على الواقع العام، وبيّن ضرورة التعامل المادي بعيداً عن الربا بكل مسمياته وأشكاله، كما تحدث في الكتاب عن التأمينات وسندات التأمين وطبيعة عملها والضوابط المطلوبة في العمل. البروفيسور أرمغان كان من خلال بحثه العلمي الموضوعي يحاول أن يصوغ الهوية الاقتصادية من خلال قراءة معاصرة لأشكال العمل الاقتصادي وضروراته وضوابطه ومحاذيره، وكتابه يمثل إضافة نوعية للعمل الاقتصادي المعاصر في ضوء التوجيهات الدينية. نعم الأستاذ الدكتور بروفيسور ثروة أرمغان رئيس قسم الفقه الإسلامي في كلية الحقوق في جامعة إسطنبول، نجدد ترحيبنا بحضرتك. أستاذنا الكريم، ما قيمة البحث في قضايا معالم الاقتصاد أو المقومات التي يقوم عليها الاقتصاد اليوم، سواء بنظرته العامة أو بنظرته الخاصة التي تفضلت بقراءتها؟ نعم، هذه النقطة مهمة جدا. قبل كل شيء أحب أن أشير إلى نقطة طريفة. منذ أكثر من 25 سنة تقريبا أدرس في كلية الحقوق بجامعة إسطنبول الفقه الإسلامي. ما شاء الله. هذه المادة مادة اختيارية، إذ أنها كلية الحقوق أو دولة تركيا دولة علمانية، هذه القواعد ليست إجبارية في المحاكم ومش بعد ذلك. بالرغم من هذا وضعت من قبل هيئة التعليم العالي يوك هذه المادة، من يختار من يريد يستطيع أن يتعلم يعني هذه الأمور مثل الفقه الإسلامي ونظام الاختياري. نظام اختياري نعم. نعم. فبعمل الله تعالى الحمد لله يعني كل الطلاب يختارون منذ زمان، يعني منذ أكثر من 25 سنة. فأنا أعطيهم لهم يعني المعلومات عامة عن الفقه الإسلامي حتى يستطيعون أن يقارن بين الفقه الإسلامي والنظام الجاري. هذه النقطة. النقطة الثانية، البنوك الإسلامية لا ربوية without interest باللغة الإنجليزية انتشرت في العالم، بدأت في الكويت أو في السودان في مصر، وانتشرت في أوروبا أيضا، في تركيا كفيصل بنك فيصل أو مشبه البركة وغيره. وهذه البنوك منتشرة جدا جدا في العالم، وتحتاج هذه البنوك إلى القواعد العامة الفقهية، يعني حتى تتماشى معها وتتعامل بهذه القواعد. ولأنه اسمهم أو اسمها البنوك الإسلامية أو البنوك لا الربوية، نعم، لا يأخذون الربا ولا يعطون. هذه النقطة الثانية. نقطة ثالثة، لابد أن نقوم البحوث المعاصرة ونعطيهم إلى القارئ، إلى المحتاجين، إلى البنوك، إلى المديرين البنوك الإسلامية المعلومات والمعلومات الرصينة حول طبيعة التعاملات. نعم. يعني صحتها. مثلا ما هو الربا؟ الربا نهى الله ورسوله الربا. ما هو الربا؟ لو تحدثنا عن الربا كمصطلح، كمصطلح نعم، لابد أن نتحدث أيضا من التضخم المالي، تضخم inflation، يقترنان مع بعضهم البعض. صحيح. التضخم لأنه موضوعان مزدوجان يعني. مثلا في عقد القرض هذا من عقود المسمى في الفقه الإسلامي، أنا أعطيك 100 جنيه مثلا على سبيل المثال على أن تعيد بعد السنة. إمام أبو حنيفة يقول المقترض هو ينبغي له أن يعيد مثلا،
يعني أعطيتك أو أخذت مني 100 ولابد أن تعيد 100. لكن إمام أبو يوسف محامي إمام يقول لا ينبغي له. أبو يوسف تلميذ أبو حنيفة. تلميذ أبو حنيفة. نعم أبو حنيفة. القاضي يقول لا لا يجب أن يعيد مثلا بمثل بل قيمة. يعيد قيمته. قيمة. نعم. هذا يعني هذا الشخص أبو حنيفة إمام أبو يوسف وإمام محمد نظروا ورأوا الأهمية التضخم المالي. لو نقصت أو دعيت يعني قيمة الدرهم أو الفضة تختلف القيمة. صحيح تختلف القيمة يتضرر يعني. هذه النقطة. صحيح يعني. وهناك النقطة الرابعة هناك ثلاثة أدات التمويلية للمستثمرين: المرابحة، المشاركة، والمضاربة. هذه ثلاثة المقومات للبنوك الإسلامية اليوم يعني. التي تقوم عليها عقود الشراكة أصلا. شرحت هذه النقطة ما هي المضاربة. نعم. ما هي المشاركة والمرابحة. فأعطيت المعلومات العامة أيضا حتى يتمكن القارئ من المقارنة بالمعلومات بالكتب الأخرى ومشبه ذلك. فمثلا الأجير والمستأجر أو العامل والرب العمل. هذه نقطة أهمية أيضا. كيف بحثت؟ عفوا للمقاطعة حضرت البروفيسور، هذه نقطة مهمة جدا. نعم. يعني الآن الغرب يركز مثلا في جنيف يصدر الكتاب السنوي عن حقوق العمل والعمال. نعم. ويعني محاولات لإنصاف العمال وأرباب العمل. هل في ديننا الإسلامي مثلا ما يطرح قضية حق العمل والعمال؟ يعني هل يكفي أن نقول يعني لا يكفي طبعا. يعني أحب أن أذكر يعني الحديث الطريف جدا، قال صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. يعني فورا أو عمل بدون تأخير يعني. يعني هذه حقيقة لو اتبعنا هذا الحديث لا لم يحدث يعني أي خلافات بين العمال وأرباب العمل ونقبة العمال. صحيح. الآن مثلا حق الإضراب هم يضربون ويدرون أصحاب العمل. لماذا؟ لعدم استلام الرواتب. نعم. والإسلام عالج القضية من أساسها. نعم. يعني هل هذه قراءة صحيحة؟ يعني بتطبيق النظريات الاقتصادية الإسلامية. نعم. حضرة البروفيسور، يعني نحن نعفي المجتمع من الكثير من الإشكاليات التي يمكن أن يقع فيها. نعم. يعني إذا كانت قراءتي صحيحة لا أعرف. صحيح. نعم. يعني الإسلام أعفى المجتمع من كثير من المشكلات المستقبلية. طبعا. أيضا طبعا. يعني المنتجات لو أخذ المنتجات يعني من المصنع في جانب رب العمل في جانب آخر الأجير يعني كلاهما يتحدان وتنتج هذه المنتجات يعني. صحيح. كلاهما. صحيح. نقبة العمال في عصرنا هذا في يومنا هذا تدعي كل طاقة وكل إمكانيات في يدها. نعم. لا ولا في يدي ولا في يد الأجير، كلاهما يعني يصنعون المستقبل. لذلك يعني أنا أشرت أو كتبت حقوقهما وواجباتهما. يعني لهم الحق وعليهم واجب. وعليهم واجب. نعم. يعني العدالة التزام والزام. لا يعني ندعي لي حق بدون أن نتحدث عن الواجب، لا هذا الظلم يعني يكون ظلم. عفوا حضرة البروفيسور، يعني أنت تركي الأصلي. نعم. قدرتك على اللغة العربية ما شاء الله مميزة في هذا. شكرا. الجانب. شكرا. لكن أنت تحدثت يعني تخطيت حاجز اللغة وأيضا دخلت في بحث علمي معمق موضوعي، وأنا هنا أود أن أشكرك على الهواء مباشرة لأمرين: أولا لسعة صدرك على تأخرنا عليك، وثانيا لذهابك 7 سنوات وأنت تدرس في بعض القضايا التي تطرقت إليها في كتابك. نعم. هذا في السعودية وغيرها، أنت بذلت مجهودا حقيقيا للوقوف عليها. كيف استطعت تخطي حاجز اللغة للوصول إلى بحث موضوعي مقارن؟ أنا رجيت من الله على علي القدير أن يوفقني في هذا المجال يعني. هذه النقطة. النقطة الثانية، عندي عشق وعشق شدة إلى اللغة العربية، تعجبني جدا جدا اصطلاحا مصطلحة الفقهية خصيصا يعني تعجبني. الفقهاء القدامى والجدد يتهمون بالمفاهيم والكونسبت والتعبيرات والدقيقة جدا جدا. يعني مثلا لو تحدثنا عن العمل نقول لساننا اليومي عامل أو رب العمل. لا، الفقهاء يقول أجير والمستأجر. لماذا؟ لأنه أجير يؤجر نفسه طاقته
مقابل المال الذي يعطيه رب العمل، مقابل المال والفلوس يعني. والمستاجر هو رب العمل لكن يستأجره أو يستخدمه في عمل معين بدلا عوضا بوجه معينة. عوضا حتى باصطلاح الفقهاء. نعم. حضرت البروفيسور. نعم العوض المادي الذي يقدمه عوض رب. نعم. العمل. نعم عوض. حضرت البروفيسور هنا يعني الزمان عنصر مهم. نعم. يعني أنت كبروفيسور يعني كرئيس قسم فقه إسلامي في جامعة يعني كلية الحقوق في جامعة إسطنبول. نعم. هل أردت أن ترسل رسالة من خلال الزمن الذي أصدرت فيه هذا الكتاب؟ بمعنى تركيا ناهضة اقتصاديا اليوم. نعم. وفي ذروة نهضتها الاقتصادية. نعم. هل أردت أن ترسل رسالة إلى تركيا، إلى أرباب العمل، إلى الشركات، إلى الذين يرغبون في البحث عن الحل والحرمة في جانب في هذا؟ نعم. الجانب لابد أرباب الأعمال لابد أن يتلعون هذه الأساس، ما داموا يستثمرون في عمل معين في المصنع أو في الزراعة أو تكنولوجيا، لابد أن يعرف ولو كان بشكل بسيط بشكل عام يعني، لابد أن يتبع هذه مثل هذه الكتب بلغة عربي العربي أو التركي أو بالإنجليزي، حتى لا يضر العامل، لا يضر إلى العملاء. هذه النقطة. النقطة الثالثة أدت الربا مفهوم مخيف جدا جدا في كلمتي أنا، لأن نهى الله ورسوله عنه. الله هدد بحرب، حرب قطعيا يعني. فأذنوا بحرب من الله. نعم. ورسوله يعني الله أعلن الحرب على. نعم. متعاملي الربا. نعم. في عهد سيدنا أبو بكر أليس كذلك؟ نعم. نعم. فلابد لا يدخل إلى مجال الربا، ولابد أن يدقق أعمالهم واستثمارهم ومعاملتهم وكذلك. عن الربا ألف كتاب كثير يعني باللغة التركية العربية وخصيصا باللغة الإنجليزية. هؤلاء الأوروبيون يعني يهتمون بهذه النقطة. قبل 10 سنوات تقريبا تلقيت الدعوة من جامعة أوزنبرغ الألمانية، فبمناسبة الندوة العالمية عن الفقه الإسلامي في الغرب كما تفضلت يعني. نعم. تطرقت أنا إلى هذه النقطة. فنحن كنا 70 علماء من أكثر العالم الأوروبي لا إسلامي. من عالم الإسلامي نحن كان 5 أشخاص، واحد من مصر، واحد من سوريا، ومن المغرب، وأنا من تركيا. فهؤلاء الغربيون المستشرقون على ما يسمى هناك يعني يهتمون بهذه النقطة. أنا تساءلت عن الزملاء الألمانيين والإنجليز، لماذا تفضلتم، لماذا نظمتم هذا المؤتمر؟ وقالوا نحن نريد أن نعمل ماذا يجري في عالم الإسلام فقها معاملة يعني، وهؤلاء المسلمون كيف يتعاملون معنا، كيف ولماذا وأين. لذلك يعني نظمنا هذا المؤتمر، فسننشر هذه الأطروحة وما شبه ذلك. يعني هؤلاء الناس حقيقة أذكياء أو لهم ذكي براتيك. نعم يحاولون يعني أخذ المعارف من غيرهم والسعيد ما تعظى بغيره. 1890 أو 60 يعني ترجم كتاب الهداية إلى اللغة الإنجليزية. تشارلز هامينتون هو الذي ترجم من العربية إلى اللغة التركية. في بداية الكتاب يقول المترجم أنا ترجمت، قمت بترجمة الكتاب في مذهب الحنفي الهداية مشهور. نعم يعني. نعم مشهور جدا. فأقدم إلى ملك بريطانيا العظمى حتى يعرف ماذا يجري في عالم الإسلامي من كتاب الهداية. نعم. يعني على المذهب الحنفي يعني النكاح فيه، عقد النكاح فيه، العقد القارت والبيع والإيداع وما شبه ذلك. صحيح. يعني قبل أكثر من 100 سنة تقريبا تصور. لذلك يعني أصحاب الأعمال عندنا أنا لابد أن يتلعون هذه النقاط. نعم عفوا حضرة. نعم. البروفيسور دارت يعني جون دونومو هي التي قامت بنشر هذا الكتاب، ونحن ندعو يعني حقيقة المشاهدين الراغبين في التعرف على هذا الكتاب. نعم. ومحتوياته إلى مراجعة الدار أو حتى من خلال موقعها. نعم. ولكن ما أود سؤالك عليه في آخر دقيقتين. نعم. حضرة البروفيسور، أنت تطرقت إلى خطاب الضمان. نعم. تطرقت إلى قضايا مهمة جدا اليوم وهي قضايا معاصرة. نعم. قصدت ذلك قصدا اليوم قصداً. الفقه الإسلامي يجمع ما بين الماضي والحاضر صالح لكل زمان ومكان، هل هذا صحيح؟ نعم صحيح. نعم
ختم الضمان نوع من عقد الكفالة، من عقد الكفالة، لأنه المستثمر يحتاج إلى الضمان، ضمان البنك يعني، لأنه يتعامل مع الدولة مثلا أو يدخل إلى تجارة في ساحة الكبيرة ويحتاج إلى الضمان إن لم يؤدي دينه أو واجباته. البنك الكفيل يتحمل عنه، يتحمل عنه. فالفقهاء القدماء لم يتحدثوا عن الخطاب الضمان، لا نصادف هذه المصطلحة يعني في كتب القديمة. لماذا؟ لأن عقد الكفالة يكفيهم في عصرهم يعني، لكن في عصرنا هذا تامين السند، باللغة التركية تامين السند، خطابات الضمان. كل تاجر كبير يحتاج إلى خطاب الضمان، يقدم إلى شركة فلانة، إلى الدولة مثلا، حتى يأخذ التجارة منه ويربح عنه يعني. فالبنك يموله، يضمن أعماله، إن لم يؤدي هو البنك يقوم بسدادها عنه. هل ترى أهميتها اليوم في تركيا؟ هل ترى أهمية انتشارها حضرة البروفيسور في تركيا؟ نعم. يعني هل يعني ربما بقراءة تفصيلية مبسطة، إذا انتشرت هذه القيم في تركيا هل سيؤثر ذلك على الاقتصاد نموا حجما وشكلا؟ يؤثر طبعا، وبدأت نستطيع أن نشاهد هذه التأثيرات، لأنه قبل 30 سنة أو أكثر من 25 سنة أسست أو شكلت البنوك الإسلامية على ما يسمى في عهد تورغوت أوزان. الآن أصبح هؤلاء البنوك أصبحت كبنك رسمي من قبل الدولة، هم يتعاملون مع عملائهم في حقل عقد الإيداع، المضاربة وما شبه ذلك لبنوك الأخرى الربوية. لكن هؤلاء البنوك بنوك لا ربوية، هذا مهمة جدا جدا يعني. حضرة البروفيسور، هنا أود سؤالك سؤالا خاصا إذا تكرمت علينا. ألا ترى أن الإسلام يعني جعل بدل القرض مثلا بالأجر والثواب 18 ضعفا، يعني القرض الحسن أجره في الإسلام 18 حسنة، أكثر من أن تفعل خيرا معينا الحسنة بعشر أمثالها. الإسلام حث على أنظمة اقتصادية معينة، حث على عدم تجميد المال، رأس تفعيل رأس المال، شركات المضاربة. هذه القراءة التفصيلية التي اشتملتم في كثير يعني من ثنايا أبحاثكم عليها، يعني المناهج الإسلامية الاقتصادية قادرة على معالجة الأزمات الاقتصادية الحالية، هل هذا التوصيف دقيق؟ نعم. هناك أنا أوصيكم أوصي أرباب الأعمال أن يطلع على الكتب المنشورات اتحاد البنوك الإسلامية، اتحاد البنوك في دبي أعتقد، يعني هم ينشرون الكتب الموسوعة، إذن موسوعة البنوك الإسلامية. هناك مثلا في هذه المنشورات يستطيعون أن يجدون المشاركة partnership، مثلا equity partnership باللغة الإنجليزية، لأن فعلا هم يطبقون هذه النقاط، لكن أنا أفضل أن يطبقون وبمعرفة التطبيق. نعم، بقدرتهم على يعني التطبيق المدعم بالدليل. لحضرة البروفيسور دكتور ثروت أرمغان، يعني رئيس قسم الفقه الإسلامي في كلية الحقوق في جامعة إسطنبول، نشكرك جدا على تشريفك إيانا في برنامج الألوان السبعة، وندعوك مع مشاهدينا الأكارم إلى متابعة الرسم الكاريكاتوري الخاص بنا في نهاية هذه الحلقة. نتابع سويا بريشة الخطاط ديميرهان كاديوغلو. ألا يا كل حي ليس يرضى هوانا إنني أرخي السلامة. وصلنا إلى نهاية جولتنا معكم مشاهدينا الأكارم، في ختامها نبرق إليكم بمحبتنا، ولا تنسوا مئات التقارير التي نبثها على الإنترنت حتى تعكس لكم الثقافة التركية بكل وجوهها. على أمل لقياكم مجددا في موعدنا المحدد، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله.